يقدم مشروع البوابة الإلكترونية موقع الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن في بدايته عرضاً لعدد من القوائم التي تتضمن في داخلها غالبية الخدمات التي تقدمها الجامعة بقطاعاتها المختلفة، حيث تشمل القوائم عن الجامعة والقطاعات والشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، إضافة إلى هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب الخدمات الإعلامية. كما يقدم مشروع البوابة الإلكترونية مواد فيلمية مسجلة ومصورة حول الجامعة وأنشطتها المختلفة. ويقدم الموقع الإلكتروني الرئيسي لجامعة عين شمس العديد من الخدمات، منها الخدمة الإخبارية التي تستعرض أنشطة قطاعات الجامعة وإداراتها وطلابها، إضافة إلى خدمة الأحداث التي تعرف المتصفح بأهم الأنشطة التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة في الجامعة وكلياتها. كما يجد المتصفح للموقع أن هناك صفحة خدمات كاملة تتيح له الدخول على خدمات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين من خلال بنك المعرفة ونظام شمس للأبحاث العلمية، إضافة إلى خدمات الطلاب الوافدين. الموقع لم يغفل الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لما لها من أهمية وإقبال من قبل المتصفحين، علاوة على سهولة إتاحة الوصول للمعلومات المطلوبة منها. ويبرز الموقع للمتصفح إحصائيات وبيانات حول جامعة عين شمس من حيث تصنيفها وعدد كلياتها وطلابها وأعضاء هيئة التدريس فيها وغيرها من البيانات. وفي نهاية الصفحة الرئيسية للموقع يوجد معرض للصور يتضمن العديد من الأنشطة والأحداث والمناسبات المهمة التي مرت بها الجامعة وكلياتها. وتحتوي قائمة عن الجامعة على العديد من البيانات، منها على سبيل المثال للحصر الخطة الاستراتيجية للجامعة ومجلس الجامعة. وتستعرض قائمة قطاعات الجامعة خدمات وأنشطة قطاعات الجامعة الثلاث: التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وشؤون البيئة، إضافة إلى المستشفيات والوحدات ذات الطابع الخاص ومشروعات تكنولوجيا المعلومات، حيث يتضمن كل منها أخبار كل قطاع والخدمات والبيانات والمعلومات الخاصة به. وفي قائمة الشؤون الأكاديمية يتيح الموقع إمكانية الدخول على مواقع كليات الجامعة ومعاهدها، كما يقدم خدمة التعريف ببرامج الساعات المعتمدة في كل كليات الجامعة بكافة التفاصيل التي يمكن أن يحتاج إليها الطالب. كما تقدم قائمة أعضاء هيئة التدريس العديد من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس، منها على سبيل المثال للحصر بوابة أعضاء هيئة التدريس التي تقدم عرضاً للبيانات الأساسية والوظيفية للأعضاء وسيرهم الذاتية وأبحاثهم والجوائز التي حصلوا عليها والمقررات العلمية التي يقومون بتدريسها، إضافة إلى أن هذا الموقع يمنح إمكانية استخراج بيان بحالة أعضاء هيئة التدريس وشهادة خبرة وإفادات إلكترونية مختلفة، كما أنه يقدم تعريفاً بالخدمات الطبية والدورات المتاحة لهم. وتبين قائمة البحث العلمي العديد من الخدمات المهمة أيضا، ومنها خدمة البحث العلمي التي تتضمن صفحة خاصة بكل عضو هيئة التدريس تستعرض الأبحاث الخاصة به ومدى الاستفادة منها على مستوى العالم، إضافة إلى التعريف بالمراكز البحثية في جامعة عين شمس. وفي قائمة الإعلام تقدم العديد من الخدمات، منها خدمة النشرات التي توفر نشرات للعلاقات الثقافية والتي تتضمن أهم المنح العلمية في الداخل والخارج والتي يمكن أن يستفيد منها الطلاب، كما تقدم نشرة الطلاب التي تستعرض أهم الأنشطة التي يقوم بها الطلاب في الجامعة وكلياتها. وفي القائمة ذاتها يقدم تعريف عن بعض الشخصيات البارزة في الجامعة والتي حصلت على جوائز عالمية أو محلية مهمة، علاوة على تقديم بعض المواد الفيلمية المصورة والمسجلة حول الجامعة وأنشطتها وخدماتها المختلفة.